حبا تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا كما لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل عليه رافد الإسلام نورك سابق فيه مهاجر كان يعود للخير تدعوك الصفا من طفى وابسط يمينك في الخفا فالله قرب من أتم أعطى فلا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن يا طيبة يا طيبة يا دوى العيانا اشتقنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا ملأت الأرض بعدلك وفتحت الأمصار وقلت بحق الناس لقد ولدوا أحرار حبا تبسموا خيرا تكلموا قل للكون وقل للخلق وللأزمان كم تهنأ فؤادك يملأه القرآن تبسموا خيرا تكلموا وجودوا وارحموا أبقى اشتياقي لكم في المآقي شع وقال سلاما يا عمر الفاروق سلاما يا عمر الفاروق الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير قرب الرحيم كن محسنا كن قربه كن محسنا كن قربه هم بعضنا تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
لا شك أن التعاون على البر والتقوى من أفضل القربات إلى الله تبارك وتعالى. وأنا أشكركم مرة أخرى على أن جعلتموني جزءا من هذه المؤسسة المباركة، مؤسسة مصطفى. وكذلك الشكر موصول لأخي التوقير والفريق الذي معه في كلاس A. ويعني هذا العمل الخيري الإنسان يفرح ويستشعر الأجر ويحتسب الأجر لأن يكون جزءا منه. وأنا أشكركم على أن جعلتموني جزءا، فأنتم أصحاب الفضل علي بعد وعد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالحمد لله الذي جمعنا في بيت من بيوت الله نتدارس كتاب الله ونذكر أنفسنا بما هو خير لنا ولأهلنا وللمسلمين عامة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. مصطفى منبع للصفا، سيد الأنبياء، مشعال في الوفا، كان في عطفه لليتامى دفا، حن قلبي له فاض شوقا إليه، ليس أرجو سوى بطولة قصة تطول على موجه هطول، وبعث أحرف منا باللدى علينا، وادعوا في الجنة يصلي بينا، صلوا عليه الخير. يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن، املأ قلبي قرآن، واسقي حياتي قرآن. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن، اشرح صدري قرآن. لك يهديك البشائر، أتراك امشع نورا وسرورا. Come, the doors have just opened. Come in, it's all the crowds are flooding in. We're just in the process of getting our registration done. You can see everyone how eager they are and how excited they are for this event. I'm gonna have to go now because all these people are waiting for me to scan them in. So inshallah, we'll see you soon. أزورك لو مر بحياتي، وبجوارك صلي صلاتي، واذكر ربي واتلو القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا.
اشعل رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن رحمن يا رحمن 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 ساعدني يا رحمن اشرح صدري وجد عن قلبي الحزين وجبرت كسر المتعبين فلنعم أجر العاملين ونعم قسمة من قسم يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفا حن قلبي له فاض شوقا إلي ليس أرجو سوى شربة من يديه الصلاة عليه والسلام عليه آمالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي إلا لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله آمالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي إلا لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا بدن وما عبدوا علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع أيها جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دا أنت الأرض بعدلك وفتحت بهديه منهجا وسطا كانت تسعده جنة بتجافي الليل تسعيد بيت يا الله
يا لمعنا بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسريب من بغى مثواه للجنة ما رضى بالنفس لتعيبه حدك. Alright guys, we're here at the London XL. The arena is filling up. Almost 4,500 people today. It's going to be a wild show, and we're all anticipating Sheikh's arrival and the show to begin. So it's going to be an amazing show. Stay tuned. See you guys. Okay, Sheikh Mishari is almost here. The highly anticipated final show in London, almost ready to go. Probably about a few minutes out, but we're locked and loaded, ready. يا لمعنا بكتابك الترحيب لو سرابك ليلك وجنة بالدجا في الليل تسر رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي قرآن للخير تدعوك الصفا فاض بقلبك من طفى وابسط يمينك في الخفا فالله قرب من أتم أعطى فلم تدرش سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سؤالنا بالله ودعاؤنا لله لا نستعين سواه لا نرتجي إلا لطف لطيف يفوح نغدو به ونروح نور يغيث الروح من ذكر اسم الله لا تصلح الأحوال إلا بأمر الله لا يطمئن البال إلا بذكر رح صدره كرما وحقق نصره صلوا عليه وسلموا خير الأنام الملهم صلوا عليه وسلموا قد جئت أمنحك الوفاء قلبي بذكرك قد صفى قد جئت أمنحك ابتسم إرادة تبلغ الأمانية رمضان دورت يا رمضان تأتيك غيث الروح وتلاح حكمت عدلت أمنت فنمت رسيخ البال بطولة قصة تطول بحر على موجه هطول فما عسى أحرف تفي وما عسى قائل مصطفى مصطفى لما عوي الصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسقي حياتي على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم